أهلا ومرحبا بكم مع كأس أفلام اليوم مع المباراة الخامسة والمواجهة بين فريقي الفرسان والمغامرون. للعلم فإن كلا الفريقين خسرا مباراتهما الأولى، وكل كابتن بحاجة ماسة للفوز، وكل شيء كان على المحك. وشهدت المباراة عدة أهداف. أنوشكا شارما بدأت مع فريق المغامرون بداية رائعة وتفوقت على سونام كابور 5-0 في فئة الجوائز. الفرسان 0 المغامرون 1. راثيك روشان كان سيجعل النتيجة 2-0 لو جعل فريقه يستخدم ورقة الجوكر والتي استخدمها شاهد كابور، مما ضاعف نتيجته من 25 إلى 50. الفرسان 1 المغامرون 1. ثم في معركة الفتيات تفوقت بريتي زينتا على مدهول ديكشت في فئة الجوائز، كما تقدم شاروخان بآخر مواجهة فردية. لكن رغم استخدام المغامرون للجوكر ومضاعفة نتيجة فرحان من 9 إلى 18، فإن ذلك لم يكن كافياً ليتفوق على خبرة 22 سنة عند ملك بوليوود. الفرسان 2 المغامرون 2. لذا مع نتيجة 2-2 حان وقت انضمام لاعبين اثنين معا من كل فريق لينضم شاهد كابور مع قائد الفريق ضد ريثيك روشان وبريتي زينتا ليلعبوا ضمن آخر فئة في المباراة وهي فئة الجوائز، وذهبت للفرسان مع شاروخ خان و37 جائزة محققا الفرق. الفرسان 3 المغامرون 2. وكان هذا إنقاذا لفريق الفرسان مع شاروخ خان الذي حقق لقب لاعب المباراة لتحقيقه هدفين حاسمين. النتيجة كانت ضربة مريرة لفريق المغامرون لتجعلهم في مؤخرة المجموعة مع خسارة قاسية، بينما نهض فريق الفرسان وانطلق، ويمكنهم الآن التأهل لنصف النهائي إن تمكنوا من الفوز في مباراتهم الأخيرة في المجموعة. التالي في كأس أفلام هو الأكشن من المجموعة بي عندما يواجه فريق التحدي فريق الأبطال. لذا ترقبونا لتنضموا إلينا في تلك المباراة.